دلوقتي لازم ننتقل في هذه المرحلة من الاعتماد المحلي إلى الاعتماد الدولي. وبناء على هذا الموضوع فلازم يكون عندنا باك جراوند عن المعايير الدولية المطبقة في الدول المتقدمة. وبنعتبر دايما ان هي امريكا واوروبا هما بيت بالنسبه لنا، برغم ان في طبعا في دول ثانيه كتير في اليابان وفي استراليا، لكنها بناخد اقرب الناس لنا من ضمن المعايير. فكان الهدف من هذه هذا البحث هو عباره عن بحث فعلي. البحث ده كان فيه لقاءات وكان فيه اطلاع مع اكسبيرتس على مستوى مصر وعلى مستوى العالم في المؤتمرات، وكان فيه ريفيجن للجايد لاينز الموجوده في اوروبا، وكان في استبيانات موجوده فيه، وحطينا حضراتكم على ايه هذه النتائج في هذا الايه في هذا البحث. فهو عباره عن ايه؟ عباره عن مقارنه للتحديات وافضل الممارسات بين معايير الجوده المصريه والمعايير الاوروبيه اللي هي بيسموها European Standards and Guidelines، ودي صدرت في 2015. كان في معايير في 2005 ولكن حصل لها تحديث الى 2015. فاحنا عايزين نقارن نفسنا نشوف ايه في الكواليتي اشورنس بتاعنا اللي موجوده على مستوى الكليات، على مستوى جامعه البلد، على مستوى جامعات مصر موجوده عباره عن ايه؟ وهم هناك في اوروبا عندهم معايير يعني قريبه مننا، وايه اول الاختلافات؟ وهي البيست براكتس والتحديات الموجوده في هذه الايه؟ في هذه المعايير. النهارده هيبقى في اول لاين عباره عن الايه والاستادي، استولوجي والداتا كوليكشن ازاي؟ وبعدين هنعرف ايه هي المعايير الجوده الاوروبيه، وزي ما حضراتكم شايفين في حاجه اسمها ستاندردز وفي حاجه اسمها جايد لاينز. واتس ذا ديفرنس بتوين ستاندردز اند جايد لاينز؟ ستاندردز هو المعيار اللي احنا اتعودنا عليه اللي هو الايه الحد الادنى اللي لازم نستوفيه علشان نقول الكليه دي معتمده. ايه الجايد لاينز بقى؟ الجايد لاينز دي عباره عن الارشادات والاستفسارات اللي بتوضح ازاي يتم استيفاء هذه المعايير. عشان لما نشوف بقى هنختصرها دايما في كل الكلام بتاعنا، اي اس جي اوروبيان ستاندرز اند جايد لاينز اي اس جي 2015. وبعد كده هنعرف او معظمنا عارف ايه هي المعايير المصريه الصادره عن الهيئه القوميه ايجيبشن ستاندرز اللي كان في فيرجن الاول 2009 وبعدين تم تحديثها الى فيرجن الثاني 2015 وتحولت من 16 معيار الى 12 معيار. طيب وفي بعد كده نعرف الهدف من الموضوع ده يعني ايه globalization of the Egyptian higher education. يعني دلوقتي الموضوع الهدف الاساسي الموضوع عايزين نتحول من المحليه والاقليميه الى globalization الى الايه؟ العالميه. فده هيوضح لنا بس الجاب اللي موجوده ما بين الايه؟ المعايير المختلفه. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الهدف مننا ان احنا كنا عندنا adopting international standards، عايزين نتبنى معايير دوليه علشان ندخل جامعه منها وكلياتها وبرامجها من المعايير المحليه الى معايير دوليه. طيب في الحاله ديت لازم يكون عندي هدفين رئيسيين. الهدف الاول هو اسس يعني نقيم الريليفنس بتاعت المعايير اللي موجوده اقرب المعايير بالنسبه لنا، نقيمها هل هي فعلا ريليفنت بالنسبه لنا ومناسبه ولا في جاب كبير هنبذله مجهود كبير جدا على مستوى الدوله المصريه. حضراتكم عارفين ان في تبني دلوقتي على مستوى الدوله ان احنا جوه جلوبلايزيشن يعني نطلع لايه؟ للمرحله العالميه. فلازم احنا نقيم الاول المعايير دي اول ما نشوفها. تاني حاجه هنحدد الجاب اناليسيس او نحدد الفجوه بيسموها ايه؟ الفجوه تعريف الفجوه، ايه اللي موجود عندنا وايه اللي موجود بره؟ والفجوه بين الاثنين وازاي ممكن فيل ذيس جاب او ايه الاستراتيجي تو فيل ذيس جاب. الميثودولوجي زي ما حضرتك قلنا دلوقتي دوت كان في ميتنجز وذ اوروبيان انستتيوشنز، يعني في كل مؤتمر خلاص كنت بحاول اقابل ناس على مستوى الولايات المتحده الامريكيه، على مستوى اوروبا، على مستوى الناس المشاركين في المؤتمر، اقعد وياهم كاكسبيرت واخد منهم الاراء دي واشوف هم شغالين ازاي. خلاص في بقى سمول جروب ديسكشن وبرين ستورمنج، ده كان على مستوى جامعه البلد وعلى مستوى برضه المؤتمرات الدوليه. وفي ريفيو ايجيبشن كواليتي اشورنس ستاندرد، المقيمات الصادره عن الهيئه المصريه لبرنامج الجوده والاعتماد، برضه راجعنا كل الايه؟ المعايير بتاعتها والممارسات اللي موجوده حاليا. بعد كده هو شفنا برضه الستاندرز بتاعت الاوروبيان ستاندرز بتاعت الجايد لاينز اللي صدرت في 2015، وانا وياي نوت الكتيب بتاع اللي في كل الممارسات والمعايير بتاعت الهيئات الاوروبيه.
بعد دوت عملنا ميتنج ورك شوبس في منها ريستي اكتر من ميتنج علشان نحدد الايه الجاب اللي موجوده ما بين المعايير. كانت النتائج بقى كالتالي، نشوف كده الاول واحده واحده كده وبالراحه ايه بقى المعايير الاوروبيه وايه المعايير المحليه وايه الفرق ما بينهم. المعايير الاوروبيه انقسمت الى جزئين، جزء انترنال كواليتي اشورنس سيستم يعني جزء داخلي اللي هو نظام داخلي للجوده خلاص وله معايير، ثم جزء اسمه external quality assurance system يعني ايه؟ يعني الايفالويشن كوميتي اللي هتيجي تقيمني ديت لها كمان معايير علشان تيجي تقيمني في الكليه او في الجامعه. لو دخلنا على internal quality assurance هنلاقي فيه ايه؟ اول حاجه policy of quality assurance يعني حتى دي كمان رغم انها quality في policy في سياسه عليا بتحط ضمن السياسات العليا بتاعت الايه؟ بتاعت الكواليتي على مستوى المؤسسه. هل موجود عندنا؟ هنشوف دلوقتي في الجاب اناليسيس دي مستوفيه ازاي في المعايير بتاعتنا وايه الفرق ما بين الاثنين. في عندنا ديزاين اند ابروفال اوف بروجرامز اللي هو تصميم البرامج التعليميه والمقررات الدراسيه. ده جزء معيار كامل لوحده في المعايير الاوروبيه. في جزء بقى مهم جدا هو ستودنت سنتر ليرنينج اللي احنا بنسميه عندنا هنا التعليم المتمركز حول الطالب. ليس متمركز فقط حول الطالب ان الطالب يعني بيعمل انشطه وبيشارك، لا ده هم بيحولوا الطالب من مستقبل الى مشارك خلاص؟ from recipient to participant ومش participant عادي بس ده active participant. يعني ايه active participant؟ يعني بيشارك بفاعليه في العمليات التعليميه. وهتشوف برضو بيدي بعض النماذج لهذا هذا الموضوع. بعد كده في student ambition يعني التحقق الطالب بالبرامج الدراسيه والبروجريشن بعد التقدم بتاعه الاتشيفمنت اللي بيحصل داخل البرنامج، وبعدين ريكوجنيشن ازاي اند سيرتيفيكيشن ازاي ايه هي متطلبات ان هو ياخد الشهاده خلاص البكالوريوس بتاعه او الليسانس بتاعه من المؤسسه. كل الكلام ده على فكره يعني موجود عندنا ما عدا الاتشيفمنت فيها مشكله هنتناقشها دلوقتي ونعرفها. بعد كده التيتشنج ستاف دايما من اكبر المشاكل، لان دايما بشوف دايما الكواليتي بتاع الستاف والعدد، يعني بشوف العدد بتاع الستاف كافي والكواليتي هل هو مؤهل ولا لا. احنا بالنسبه لنا العدد الحمد لله في بعض الكليات عادي وزياده، وفي بعض الكليات فيها في عدد نقص كبير جدا خلاص. ده اول مشكله بالنسبه لنا. في مشكله ثانيه كبيره جدا اللي هي ان الستاف بالنسبه لنا ما بعملش اعلان زي الدول الاوروبيه والامريكيه، وهو بعدين اعمل له ريكروتمنت وزي السعوديه ما بتعمل دلوقتي بعض الاساتذه المصريين اللي ادوبتد باي. يعني انا لما بشرح كده حضرتك هتلاقوا في جاب كبير احنا بنعمله اصلا تلقائي، لكن هم اساسا لهم بلان ان لازم ينشر دوريا المعلومات عن الاتشيفمنت بتاع البروجرامز والاكتيفيتيز بتاعت المؤسسه بشكل صادق، وده احد المعايير الجوده الايه؟ الجوده الاوروبيه فور انترنال كواليتي سيستم. في برضه عندي اللي هو ال ongoing monitoring and periodic review of programs. حضرتك ساعات كده عارفين ان احنا برضه بنعمل مراجعه دوريه للبرامج والمقررات بناء على الستيك هولدرز اللي هو المستفيدين الخارجيين، بناء على اراء قضايا التدريس، بناء على الطلاب، بناء على نتائج تقييم الطلاب خلاص. كل ده ايه كونسيدر في الموضوع الايه؟ وموجود بنفس الطريقه في المعايير الاوروبيه. لحد دلوقتي 1/10 اعتقد من 1/10 دوت عباره عن ايه؟ عباره عن معايير انترنال داخل المؤسسه التعليميه. وانا بشرح كده انت حضرتك لاحظت ان في جابس موجوده، خلاص انا لخصت برضه احنا ايه؟ واحنا شغالين. طب لو نقلنا بقى للمعايير الخارجيه يعني المعايير يعني اكسترنال ايفالويشن اللي هو لو شكلت لجنه عشان تيجي تقيمني بنسميها اكسترنال ايفالويشن. اللجنه دي جايه من الهيئه، جايه من مكتب تاني، جايه من الوزاره، جايه من لجنه القطاع. هل لها معايير وطريقه عمل؟ خلاص؟ اول حاجه فيها هم عباره عن خمس او ست معايير. Consideration of the internal quality assurance. هتبدا تاخد المعايير اللي تشتغل عليها وتشوفها وتشوف دي مطبقه ولا لا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه Designing Methodology Fit for Purpose. الكلمه دي معناها ايه؟ معناها ان احنا يعني دايما بتيجي اللجنه الخارجيه وياها نماذج، وكان الموضوع ده اتصال دلوقتي والدكتور حنان خلاص، وياها نماذج ثابته عشان تقيم عليها. لا، في هنا فلكسبيليتي في الميثود اوف اسسمنت بحيث انه يوصل للمعلومه اللي هو عايزها طبقا للنماذج اللي هيتعمل لها تصميم لكل مؤسسه تعليميه.
خلاص يعني مش ايه مش شرط ان انا ما عنديش بحث علمي يبقى اكسكلود من الاعتماد، لا ده هو عنده منظومه ثانيه ممكن يعتمد عليها الكليه بحيث تكون فليكسبل. فليكسبل ينفع بالنسبه لنا. هتشوف هم عملوا ايه بقى؟ هم عملوا حاجه اسمها ستودنت بول. ستودنت بول اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن مخزن طلاب تم تدريبهم على ازاي يقيموا الكليات. والبحث عن الطلاب ده ستودنت بول دوت ممكن يتاخد من اتحاد الطلاب من ناس معينين طلبه بمعايير معينه اللي بتدربهم عمليه الريفيجن خلاص ويطلعوا مكملين في اللاب في الاعتماد ويطلع بقى الطالب دوت مع الاساتذه يراجع المعايير اللي موجوده ولها خاصه بالطلاب. هو قال لك مين اصدق واحد ممكن يكون يجيب المعلومات دي؟ طالب زيهم. وبالتالي انه فلكسبيليتي للطالب ان هو يطلع كاحد اعضاء هذه اللجنه. طبعا الموضوع ده عايز انستتيوشنال بيزد وعلى مستوى دوله انه ممكن يكون يتحط هذا الموضوع ويبقى له استراتيجيه وكل جامعه ترشح لها حد معين يتم تدريبه بحيث لو طالع اللجنه دي مكان ثاني في فور ايفالويشن يبقى عندنا حاجه اسمها ايه؟ ستودنت بول. وممكن على مستوى الجامعه الواحده مركز ضمان الجوده نفسه يعني يعمل بول يطلع ويا اللجنه اللي موجوده ديت احد الطلاب اللي يراجع بقى الايه؟ مع اللجنه. بالعكس ده هيساعد جدا انه يكتشف مواضع الايه؟ القوه والضعف داخل الكليات وبالتالي هيبقى صعب جدا انه ايه؟ انه يتعرف على